الروسي. ثلاثة، رئيس تونس يستقبل عادل إمام أهلا بالزعيم. الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام زار تونس، كل شوية في جولة للأستاذ عادل إمام، بنلاقي ملايين المحبين لعادل إمام، بنلاقي حشود جماهيرية غير مسبوقة، يعني كلمة الجماهير الغفيرة اللي هي ما سمعناها، بنلاقي جماهير غفيرة فعلا مع الأستاذ عادل إمام. يزور تونس هذه الأيام الرئيس السبسي رئيس تونس الشقيقة، استقبل الفنان عادل إمام، حديث في منتهى الود بين الرئيس وبين الزعيم، وهو اللي قال له في أول التحية أهلا بالزعيم. لما اتكلم الأستاذ عادل إمام قال إنه لما قابل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس بوتفليقة سأله عن الفنان إسماعيل ياسين، وده معناه تأثير الفن المصري والقوة الناعمة المصرية. الأمر الثاني، هو بيتكلم الأستاذ عادل إمام مع الرئيس السبسي، فبيتكلم عن المثقف، فالأستاذ عادل قال إن المثقف مش بس اللي عنده معلومات، إنما اللي قادر على التأثير في المجتمع، وإن لو سألنا أي إنسان بسيط عن الدكتور طه حسين هيطلع يعرفه، لأن تأثير طه حسين وصل للمجتمع ككل، فالمثقف بتأثيره بالأساس. طبعا ده بيقودنا اللي اتكلمنا عنه قبل كده كتير، انكسار القوة الناعمة المصرية. إذا كان الأستاذ عادل إمام وشخصيات أخرى بارزة في المجتمع من ركائز القوة الناعمة، لكن للأسف لو احنا بصينا على وضع السينما حاليا والدراما حاليا والمسرح حاليا والكتابة حاليا والإعلام حاليا، هنجد أن فيه تدهور في مستوى القوة الناعمة المصرية. وتأثير القوة الناعمة المصرية تأثير أسطوري، احنا شايفين رؤساء وملوك وملايين بيستقبلوا نجوم القوى الناعمة المصرية. عشان نحافظ على ده لابد من ترميم القوى الناعمة المصرية التي تكسرت. وتحية للأستاذ عادل إمام، وتحية للشقيقة الرائعة تونس. أنا بزعيم. احنا نكرم الثقافة والإبداع، هما فرنساويين يقولوا لا كولتور سيسكي ريست لورسكون توليير. بس احنا عندنا في البيت كلهم بيتكلموا فرنساوي بالطبع، فاعرف انهم بيشتموني على طول لان انا ما بعرفش فرنساوي. يا مرحبا. ميرسي يا فندم. على كل حال انت تعرف تخاطب الشعوب، ربنا وهذا الاصل، ربنا يحفظك. وهو الانسان اذا كان يطلب المولى إلى موهبة يعطيها له هي ملكة الإقناع، ونحن ناقصين بالإقناع. الله يبارك فيك. شكرا لك. ربنا يحفظك. تفضل. أتمنى لك وش كسوة جديدة. هي الزوينة اللي هي كده. فوالا. ميرسي. عنك وانا اعرفك في مصر كثيرا، يعني ولكن احنا من شبابنا صغير، يعني احنا في احنا علاقاتنا مع مصر في السينما ما كانش عندنا شيء اخر السينما، طبعا احنا اليوم عندنا 50 بتاع يعني قرطاج سينما، لكن قبل احنا من الورده البيضاء ومن هذاك الرحلة اللي كنا فيه، وعبد الوهاب، ممنوع الحب، ممنوع الحب، اسماعيل ياسين، اسماعيل ياسين. انا كنت قاعد مع الرئيس بوتفليقة، فكان عامل لي غدا الحقيقة، ما تعمليش غدا ولا حاجة، فكلمني عن اسماعيل ياسين، شوف قد ايه الفن بيبقى جميل. طبعا، وقلت لك هذاك اللي يبقى على خاطر. يعني احنا في التلفزيون حضرتك بتشوف الفن المصري السينما المصرية من الثلاثينات والأربعينات، تحس إن الممثلين والفنانين ما زالوا موجودين. أنا شخصيا أعتقد أن الثقافة شيء أساسي. طبعا. ولا شيء يبقى. هو المهم سيادة الرئيس، تعريف المثقف، المثقف مش معلومة فقط،
المثقف هو الذي يؤثر في مجتمعه ويؤثر بالطبع. في الناس. بالطبع. يعني مثلا لو سألت فلاح بسيط عندنا بيزع على الأرض عن طه حسين تليه عارفه، بدأ تأثير هذا المثقف العظيم في البنية الأساسية بتاعت نفسينا الشعر المصري. هو ولو شاهد ما شافش حاجة لكن هي أحكي لسيادتك المشهد بتاع المحكمة. طبعا فالدنيا يحيى الرئيس تحت قالوا واحد أشكر السيد الرئيس القائد سيبسي على هذا التكريم وهذا الوسام الرفيع الذي سوف أعتز به طول عمري. وبشكر أيضا الشعب التونسي، هذا الشعب الجميل المحب للثقافة والأداب والفنون. والحمد لله أن القاهرة ما زالت هي مصدر إشعاع فني خاصة للإخوة التوانسة. الشعب التونسي شعب محب للثقافة والفنون، وكذلك أرى السيد الرئيس. شكرا للسيد الرئيس وشكرا للشعب التونسي الكريم.